أزيز الرصاص يسمع بالقرب من هنا. رغم ذلك كل شيء يبدو طبيعيا في العاصمة السورية دمشق، حيث النظام لا يزال يسيطر على قلب المدينة المنهكة، والغلاء يقض مضاجع سكانها، لكن الحياة تمارس بكل جوانبها. في ضواحي المدينة التي تفصلنا عنها مسافة قليلة، يتمركز مقاتلو المعارضة الذين يسيطرون على أجزاء من الريف الدمشقي. هم لا يملكون القدرة العسكرية على التوغل إلى داخل العاصمة المحصنة مداخلها بمعدات عسكرية ثقيلة للجيش السوري، لا يسمح لنا بتصويرها، لكن يمكن رؤيتها وسماع هديرها. قصف عنيف تتعرض له المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة. الحرب في هذا البلد ليس مجرد مسألة سورية داخلية بسبب تداعيات الأزمة على بلدان أخرى. القوى الكبرى فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولا تعلم حتى سبل حلها. حتى مسألة تزويد المعارضة بالسلاح خاضعة لكيفية تأمين مصالحها. السوريون ينظرون بيأس إلى وضع بلدهم. فؤاد خضر فتى في 18، أصيب بطلقة في الرأس من قبل قناص أثناء توجهه إلى دمشق برفقة والدته وشقيقته. قيل إن مصدر إطلاق الرصاص كان من منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة. والده موظف حكومي متقاعد، لذا فهو يعالج في أحد المستشفيات العسكرية. بلوم هالدول اللي عم تدعم الإرهاب، الدول الكبيرة اللي عم تدعم الإرهاب. ليش؟ لا بدنا ناكل، لا بدنا نشرب، بس بدنا أمان. ماذا يجب على بريطانيا وفرنسا فعله الآن؟ تحارب الإرهاب، توقف دعم الإرهاب، ستوب إرهاب، ما بدنا إرهاب. الأطباء يقولون إن ما بين 10 و50 جنديا نظاميا يفارقون الحياة في هذا المستشفى يوميا. الأرقام أعلى بكثير في الجانب الآخر بسبب عدم توفر الرعاية الصحية في مناطق المعارضة. سوريا تنزف. الدكتور ناصر بركات طبيب يعمل في بريطانيا منذ حوالي 10 سنوات، يرى أن سوريا تنزف حتى الموت. ما تأثير المستوى المرتفع لأعداد الضحايا على البلاد؟ بالطبع هذا يدمر كل شيء في البلد. وسط دمشق فرق كرة القدم تجري تدريباتها المعتادة استعدادا لمباريات الدوري. شريف شحادة وهو من الداعمين المعروفين للرئيس بشار الأسد يقول إنه لا يوجد رئيس بإمكانه الاستمرار لعامين كاملين دون حصوله على دعم شعبي حقيقي بالشعب الذي يقف معه. نعم، تسمع بين الحين والآخر أصوات قتال ومدافع. هذا صراع لا يمكن أن ننهيه بظرف عام أو عامين. هناك إرادة لدى السوريين أن ينتصروا على موجات الإرهاب القادمة من القاعدة ومن جبهة النصرة. شحادة يقول إن استمرار دوري كرة القدم مؤشر على نمط الحياة الطبيعي هنا، الذي أصبح بالنسبة للبعض جزءا من الذكريات. شريحة واسعة من السوريين تجد نفسها عالقة بين مطرقتي النظام والمعارضة، لكنها تحاول إيجاد وسيلة للبقاء.